على مستوى ولاية نواكشوط الغربية تتواصل الورشات الجهوية للتشاور حول إصلاح النظام التعليمي بحضور ممثلي الأسرة التربوية والنقابات وآباء التلاميذ والقطاعات الحكومية المعنية. إصلاح التعليم المراد لا يمكن أن يتحقق دفعة واحدة، بل يتطلب وقتا يتعين فيه على الجميع بذل جهد حتى نصل إلى المدرسة الجمهورية التي يحقق التعليم في ظلها النتائج المرجوة منها. سنتين بادئين في إصلاح التعليم وراجين إن شاء الله نواصله، وإصلاح التعليم ما يقدر يخلق في فترة واحدة، يا غير شوي شوي إن شاء الله دور نحسنه من أداء التعليم. والتعليم موضوع مهم حتى ما يقدر يخلق التنمية في بلد ما بالتعليم، والتعليم يعني الناس كاملة، يعني الفئات فر، وإن شاء الله المدرسة الجمهورية اللي متجهين لها دور تعطي أكثر من شيء ملموس قطاع التعليم. محاور العروض المقدمة للمشاركين يمكن أن تؤسس لنظام تعليمي ناجح، وهو ما يوحي أن نتائج هذه الأيام التشاورية ستكون إيجابية وتؤتي أكلها. نقاشات تدور حول إصلاح التعليم، وكانت نقاشات مثمرة وبناءة جدا، طرقت جميع المحاور التي بإمكانها أن تشكل أساس لإصلاح التعليم، والنقاشات جارية بحول الله، ونرجو إن شاء الله أن تكون نتائج إيجابية وتؤدي إلى تأسيس مدرسة جمهورية يرى كل مواطن موريتاني ذاته إن شاء الله، وتكون انطلاقة جديدة للتعليم. الأيام التشاورية تسير في ظروف مرضية، ومستوى النقاش فيها وتفاعل المشاركين كان في المستوى المطلوب. هذه الأيام أيام كانت ينتظرها الجميع ويمل فيها الجميع خيرا. المر منها فات مر بشكل جيد من ناحية التنظيمية، ومن ناحية أيضا تفاعل المشاركين ومستوياتهم ومستوى طرحهم ووطنيته، وبالتالي الأمور كانت ما شاء الله إلى الآن جيدة جدا. تنتهج هذه الورشات منهجا موحدا في كل الولايات، يبدأ بعروض تعالج محاور مرتبطة بالتعليم وإصلاحه، تتبعها نقاشات ثم تقارير تتضمن مقترحات حول إصلاح النظام التعليمي الذي يراد منه أن يؤسس لمدرسة جمهورية تؤوي كل أبناء موريتانيا دون طبقية أو تفاوت.